مرض خبيث يصيب المرأة في أنوثتها، سرطان الثدي. هذا المرض الذي يهدد المصابة في مقتبل حياتها. عايدة أم لثلاثة أطفال ترقد في أحدى ردهات مرضى الأورام في مستشفى صلاح الدين، تنصح جميع النساء بإجراء الفحوصات الدورية والمتكررة لتجنب هذا المرض. يعني أنصحهم طبعاً من تحس أي شيء عندها، يعني ورم أو أي شيء عقدة بجسمها أو أي شيء، تراجع رأس الدكتورة، لا تتهاون وتقول مثل أخذ علاج وطيب، وهذا يعني شغلة تكلفها حياتها، يعني مو شغلة هينة. يعني أنا تأخرت، مو هو تأخرت 3 أشهر، يعني صارت عندي مشكلة، والحمد لله قاعد هسه أراجع وما أعرف شنو النتيجة، يعني هي بقت بس لما رب العالمين. ويستقبل مركز قسم الأورام الخاص في تكريت قرابة 100 حالة أسبوعيا لمرضى السرطان، أكثرها شيوعا سرطان الثدي الذي تزيد نسبته على 50%، إذ يفتقر المركز إلى جهاز إشعاع، ما يضطر المصاب للبحث عن أماكن أخرى للعلاج خارج المحافظة أو خارج العراق. نستقبل أسبوعيا من 70 إلى 100 حالة علاج كيميائي أو استشارات الكشف المبكر لأمراض الثدي. مركزنا يستقبل جميع حالات الأورام، يعني أغلب حالات الأورام 50% إلى 70% من الحالات هي سرطان الثدي. محافظة صلاح الدين بصورة عامة لا يوجد فيها جهاز إشعاع، فنأمل بالأيام القادمة أن تزودنا الوزارة أو المحافظة بجهاز إشعاع. ويدعو أطباء ومنظمات مجتمع مدني الحكومة المركزية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية لإنقاذ مرضى السرطان في البلاد الذين تزداد أعدادهم في كل عام. المنظمات الدولية يجب عليها أن تسلط الضوء على هذا الموضوع، اللي هو موضوع التوعية وموضوع الفحص المبكر للشابات. المفروض يكون هذا موجود، لكن للأسف الشديد ما نلاحظ. احنا كمنظمات مجتمع مدني محلية نحاول قدر الإمكان من خلال ندواتنا، من خلال تجمعاتنا، انه احنا نسلط الضوء على هذا الموضوع، التوعية بخصوص سرطان الثدي والفحص المبكر اللي هو جدا مهم. لا توجد احصائيات رسميه باعداد مرضى السرطان في العراق، غير ان الشواهد والوقائع تؤكد تزايد اعداد الاصابات والوفيات باستمرار بسبب تلوث الهواء والمياه وحتى المباني نتيجه للحروب التي شهدها العراق وقله اهتمام الحكومات المتعاقبه بمعالجه التلوث. هشام الجبوري، الحره، تكريت.